أيدي الرجا يا ربي وانت معين، ما تردهاش خائبة يا أحكم الحاكمين. يا بديع الحسن يا خير الأنام، يا نبي بهدي إليك أزكى السلام، وامدحك يا مصطفى أول كلام، ياللي في مدحك بيحلى للكلام. اسمعوا قصة رووها العارفين، عن غلام في الغربة عاش طول السنين، لما أمه أصبحت من الجاحدين، غرها راجل شقي طبعه لعين، خلى قلب الأم خالي من الحنين. اسمع القصة يزيد قلبك يقين، شوف حلاوة الصبر شوف الصابرين، ده اللي راده المولى مكتوب على الجبين، والنعم والخلد أجر الفائزين. وحد القصة بعنوان العبيد ونبيلة، بتحكي عن اتنين كانوا اصحاب وكانوا متعادين مع بعض على الحلوة والمر، واحد اسمه رشيد والتاني اسمه زهران. وفي يوم من الايام زهران قاعد بص لقى صاحبه داخل عليه، السلام عليكم يا صديق العزيز. قال له لا ده انا زعلان منك يا رشيد. قال له ليه؟ قال له بقى يا راجل من ساعة ما صلينا الظهر ما شوفكش. قال له قد كده بتحبني؟ قال له الله اعلم. أمال أنت راكب جوادك ورايح فين؟ قال له أنا جاي علشان أوصيك على بيتي وعلى ابني، لأن رايح أجاهد في سبيل الله. قال له مش معقول تروح وتسيبني، يلا نروح سوا، يجبنا حلاوة النصر سوا، يستشهدنا في سبيل الله سوا. ودخل رشيد ودع ابنه وزوجته وسافر الاتنين علشان يجاهدوا في سبيل الله. سافر يجاهد وكان كله في سبيل الله، وصبح شهيد البطل والأمر أمر الله، وقبل ما يموت وينعم برضا مولاه نادى على صاحبه العزيز وصاه، أوصيك يا زهران على ولد العبد، وأوصيك حافظ على المال إذا كبر الولد الآن. سافروا يجاهدوا في سبيل الله مع بعض. رشيد استشهد، فقبل ما يستشهد كتب لصاحبه وصية بيوصيه على ابنه، وبعد الوصية استشهد في سبيل الله. فصاحبه خد الوصية وراح على البيت وقال يا أم العبيد. قالت له نعم يا زهران. قال لها أنا جاي أعرفك بأن رشيد استشهد في سبيل الله وأدي وصية، إيه رأيك؟ قالت له اللي تشوفه. خد الوصية وياريته عمل بالوصية، بقى يتردد على بيت صاحبه في اليوم مرتين ثلاثة، وكان أمله مناه إنه في يوم يتزوج زوجة صاحبه. وفعلا بعد ما مرت سنين تزوج زوجة صاحبه واستولى على الثروة بتاعت صاحبه. والطفل الصغير عمل إيه؟ هنشوف. صلي على طه وشوف إيه اللي كان صاحبه خان عهده ما شاء الشيطان، بعد ما خدها
بعد ما اتجوز زوجة صاحبه ابتدى يعذب الولد. وفي يوم قال لها: اسمعي يا ام العبيد، انا من اول النهارده ما عدتش داخل البيت ده ولا قاعد فيه. ليه؟ لا قال لها: لان الولد بكره بعد 3 4 سنين هيكبر وهيعرف ان انا مش ابوه. احسن طريقه بدل ما يطردني امشي واسيب البيت. قالت له: لا انا ما اقدرش استغنى عنك. قال لها: طب اتصرفي، يا تختاريني يا تختاري العبيد. قالت له: بس هنودوه فين؟ ده طفل صغير. قال لها: انا علي اخده على مدينه تكون كبيره واتوهه. وفعلا الفجريه والناس نايمين، دخلت على ابنها شوف قلبها وجافا، قالت له: ام يا ولد، قالت له: ام يا ولد، روح بالعجل وياه. تركت ولدها وهاني الابن يا ولداه، وجوزها اخذ الولد وسط المدينة معاه، وقال له: خليك هنا لحد ما جيلك. تركوا بيبكي ويشكي شكوته لله. الفجرية والناس نايمين، أقوم الولد يعاني من النوم، والولد بيستغرب، وجوز أمه خد وراه على الحصان وطلع يجري لحد ما وصلوا على مشارف مدينة. قام الولد بيقول له: أنت موديني فين؟ قال له: بص كده، إيه دي؟ قال له: دي مدينة. إيه اللي أنت شايفه ده؟ قال له: ده مسجد. قال له: طب عندي المسجد ده وتروح تستناني لحد ما أروح أجيب لك حاجة حلوة وأرجع. وساب الولد وعدى النهار ولم يأت زهران. دخل الليل على الولد والناس صلت العشاء وخرجوا من المسجد، بس لقوا الطفل قاعد بيبكي. فقرب منه راجل طيب لقاه بيبكي. سبب البكاء ايه؟ جرى لك ايه يا ولدي؟ انت ابوك مين وبلدك فين يا ولدي؟ قال له: غريب الديار، معرفش فين بلدي. جوز امي سابني، جوز امي سابني، ومش عارف ضرح على فين، وتركني وحدي ومش عارف طريق بلدي. قلبه حن على الولد، أخذوا معاه أكرم وعاش الولد في البيت حداد، زاد عليه عطف ويمين قلبه رعاه. اصحى يا غافل وشوف كرم Thank you.
والتجارة توسعت عن بعد عام والنعم زادت على طول الدوام يا ابني. خد الولد هو فرحان وراح على البيت وقال لها يا أم زهران، قالت انت جايب الولد ده منين؟ قال لها والله انا لقيته قاعد قدام باب المسجد بيبكي. طب وهنعمل ايه دلوقت؟ قال لها قاعد عندنا، ابننا زهران هرب منا وصغير ولحد دلوقتي ما نعرفش مكان. ربنا يكرمنا ويكرمه. وقعد الولد عندهم مدة طويلة، ابتدى يكبر وابتدى ينشهر بالصدق وحلاوة الكلام. وفي يوم الشيخ يعقوب قال لها اسمعي دلوقتي نطلع نزور النبي ما دام ربنا رزقنا بالعبيد. يا عبيد عندك التجارة وعندك المال، تصرف فيه كيف تشاء يا ولد، وسلموا التجارة وسلموا المال. والعبيد طبعا حطت في دماغه بأن الشيخ يعقوب يرجع يلاقي التجارة زايدة والمال زايد، أهل الشر اتلموا على العبيد. تعال يا عبيد مالك انت داير من البلد دي للبلد دي؟ متع نفسك، ده المال ده فرصة، بكرة الشيخ يعقوب يطردك ومش هيديلك حاجة لأجل حكمة ربنا أغروه رجال. خلوا قلبه عن طريق التقوى مال. عمل ايه العبيد بعد الصوم والصلاة والعبادة؟ عمل ايه؟ بعد الهداية هوى قلبه صبح ميال، مشى في طريق الهوى غر الشيطان والمال. يا عبد ليه بعد ما أصبح مقامك عال بدأت تعصيه وبتحاربه في كل مجال؟ يا عبد خف ربنا ده مقتدر متعال، هو اللي أغناك وهو اللي عطاك المال وبقدرته يسلبه منك في أقرب حال. بعد ما عاش في الهوى ضل الطريق صبح الفتاة بعد التقى قطع طريق، والأمر أمرك يا كريم في كل شيء، والأمر أمرك يا كريم في كل شيء. ماشية له وسط البراري والجبال، ردت البنت في خجال قالت ماليش حد يحميني ولا أعرف مكان، خدني عندك يا بطل ده احنا بليل لما نور الصبح الدنيا يبان. خدها عنده بس كان قصده لعين، غرته الدنيا وأغراه الشيطان. اصحى عاش على أكل الحرام بعد الحلال وتلموا عليه أهل الشر. بعد الصوم والصلاة والعبادة مشي في الطريق البطال، وفي ليلة بعد ما استوحش في الجبل ماشي بيقول لنفسه يا ترى يا عبيد الفريسة بتاعتك هتكون ايه النهاردة؟ وبيبص شاف منظر عجيب، شاف بنت جميلة جمال فتان
قام استغرب، مين اللي هناك دي؟ قالت له أني أنتي؟ اسمك يا شطرة؟ قالت له اسمي نبيلة. نبيلة؟ عاشت الأسامي يا نبيلة. ورايحة فين؟ قالت له تايهة مش عارفة الطريق. قال لها طب ممكن تيجي تقعدي مع الست بتاعتي وأولادي للصبح؟ تعال. وخدها لحد ما وصلوا مكان خالي. قالت له انت موديني فين؟ انا مش شايفة بيوت، انا مش شايفة الا عشة اهي. هو ده بيتك؟ جايبني هنا ليه؟ قال لها جايبك عشان تبددي عليا الليل. بكت والليل دخل والجبل خالي من الإنسان، حتى وحوش الفلا ظهرت وصوتها بان. وادي الصبية قصاد عينه جمل فدان، شافها انشغل قلبه ومال. والبنت تبكي وتقول يا ربي يا